تعالى نروح لحاجه مهمه جدا. احنا في ابريل اللي فات فخامه الرئيس دعا للحوار الوطني زي ما دعا لتشكيل لجنه العفو. والدعوه دي او الدعوتين دول جم في اخر اسبوع من شهر رمضان المبارك، وكنا في نهايه شهر ابريل لو انا فاكر 25 او 26 ابريل 2022. وبالفعل تم تشكيل مجلس امناء للحوار الوطني، وبداوا يشتغلوا بمنتهى النشاط وبمنتهى الجديه، واجتماعات كتير وطويله وصعبه ومضنيه حتى يخرج الحوار الوطني للنور. ومهم عندي جدا اخر جمله، الحوار الوطني للنور. انا اعتقد انه قاب قوسين او ادنى وتبدا بقى الجلسات، وساعتها هنقدر نشوف ونسمع ونتابع ونتباحث ونتناقش، وهيبقى فيها اثراء للعمل السياسي في جمهورية مصر العربية. خلوني أخد معانا على التليفون دكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا 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 يا دكتور. أهلا سيادة الدكتور يوسف، إزاي حضرتك يا فندم؟ إزيك يا دكتور، إزي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله يا فندم، نبقى سعداء دايما إن احنا نسمع صوت حضرتك وتنورنا كمان في الاستوديو إذا أمكن. شرف شرف كبير ليا يا فندم. شرف لينا يا فندم. آخر المستجدات إيه يا فندم؟ احنا منتظرين بدء الجلسات على أحر من الجمر زي ما بيتقال. لا ان شاء الله خلاص، يعني باذن الله قاب قوسين او ادنى خلاص الحمد لله احنا انتهينا من كل المراحل الاجرائيه والتنظيميه والاعداد. والعلم معليك ديت طبعا هذه المرحله غايه في الاهميه اللي تمت ديت. بعض الناس بيقولوا انت اتاخرت وبعض الوقت، لا هو مش تاخير ولا حاجه، المساله مش سهله. انت كنت يعني النهارده انت عامل حوار وطني على مستوى الجمهوريه بحالها، وفتح لكل القوى السياسيه والمؤسسات و والمجالس والمواطنين، كل المواطنين المصريين. فانت بدات النهارده كامانه فنيه بتستقبل 96,000 مقترح من كافه اطياف المجتمع المصري، وعليك انك انت تعمل تحليل لل 96,000 مقترح وتقسمهم. طبعا تم التقسيمه اللي اتعرف عليها او تعرف عليها هي المحور السياسي والمحور المجتمعي والمحور الاقتصادي، وكل محور من المحاور دي بيدخل فيه عدد من القضايا غايه في الاهميه. يعني المحور السياسي يمكن كل الموضوعات السياسيه اللي تشغل بال السياسيين والاحزاب والقوى السياسيه محطوطه على اجنده المحور السياسي، في مقدمتها قانون مباشر للحقوق السياسيه، الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، قانون مجلسي النواب والشيوخ، المحليات، كل دي الاحزاب السياسيه ما لها وما عليها. كل موضوع من الموضوعات ده يعني موضوع كبير وملف كبير هيحتاج جلسه وجلسات ولجان مختلفه. يعني اما اتكلم عن المحور المجتمعي لا يقل اهميه عن المحور السياسي، وتناول عدد من القضايا غايه في الاهميه، من الصحه كقاطره للبيئه البشريه، التعليم كقاطره ثانيه للتنميه البشريه، نتكلم عن الشباب، نتكلم ايضا عن القضيه السكانيه، عن الاسره وتماسك المجتمع، برضو عن الهويه والثقافه المصريه. وفي برضو في المحور السياسي في موضوع غايه في الاهميه وهو التنظيمات، تنظيم العمل الاهلي والنقابات. المحور الثالث وهو طبعا قد يكون هو في مقدمة الموضوعات خاصة في هذه الفترة اللي العالم كله بيمر بيها ومصر جزء من العالم، وهي التضخم والغلاء، الموازنة العامة الدولة والدين العام والعجز الموازنة العامة الدولة والدين العام، الصناعة، الزراعة، السياحة، الاستثمار المحلي والداخلي والخارجية، ملكية الدولة، العداله الاجتماعيه، كل هذه المسائل موضوعات احنا بنتكلم في 19 موضوع رئيسي يندرج تحتهم عدد ليس بالقليل من الموضوعات الفرعيه. مثلا لو قلنا الصحه هيبقى في محور غايه ذهبيه وموضوعات مهمه زي التامين الصحي الشامل، المنظومه الصحيه، القوى البشريه، الظاهره اللي احنا بنعاني منها وهجره الاطباء وتركهم للبلاد والسفر الى بلاد اخرى. برضو بنتكلم عن السياحه العلاجيه، نتكلم عن الدواء، صناعه الدواء ما لها وما عليها، واحنا طبعا عايزين نتفوق ونجيب رياده لمصر تاني. يعني كل موضوع من الموضوعات ال 19 يعني بيندرج تحتيه موضوعات كثيره. جينا بقى دخلنا في مرحله ثانيه بعد ما حددنا الموضوعات، بدانا ندخل في الموضوع اللي هو يمكن اصعب شويه، هو من سيحضر جلسات الحوار.
طبعا تم يعني استقبال الاحزاب السياسيه، تم مراسلتها كلها، القوى السياسيه، المجالس القوميه، المواطنين حتى العاديين، كل من تقدم بمقترح او بمشروع قانون جيد هيدعى الى جلسه الحوار. ايضا هيبقى مجلس امناء الحوار بيحضر الخبراء المتخصصين الشباب، يعني اطياف المجتمع المصري. طيب النهارده دي الاعداد الكبيره هي تبدا تقسمها، طب الجلسات تبقى عامله ازاي؟ خلينا نفكر نشغل محور سياسي، نشتغل مثلا يوم السبت مثلا، ويبقى فيه في اليوم ثلاث جلسات، كل جلسه 3 ساعات، يبقى بنشتغل في اليوم 9 ساعات. ومن حق المقرر او المقرر والمقرر المساعد ان هم لو حبوا يوم اضافي ياخد السبت، ياخد حد مع يوم الحد ثاني هيكمل. يوم الاثنين مثلا محور المجتمعي برضه 9 ساعات، حب يكمل ياخد 3، المحور الاقتصادي يشتغل 4، لو حب يكمل ياخد 5. فانت بدات انت بقى تبدا تتراسل الجميع انك انت عايز تبقى، يعني الموضوع ليس مكلمه، وليس سجال، وليس مثلا مناقشه بين حكومه وبين معارضه وبين كذا، لا اطلاقا، هي يعني مش كده خالص. احنا عايزين نطلع بمنتج، ويمكن الحوار الوطني الهدف منه والهدف الاسمى منه احنا نطلع بحزبه من المشروعات القوانين يتم ارسالها لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، او مجموعه قرارات تحسن الاوضاع على مستوى الدوله المصريه. فالموضوع موضوع مش قليل، مش ولكن انا بطمن حضرتك وبطمن كل مشاهدينك الاعزاء ان الحوار الوطني سينطلق خلال ايام قليله قادمه ان شاء الله، وان شاء الله هيبقى طالعه بدا الحوار خلاص، ان شاء الله هتمشي الدنيا. وان شاء الله احنا متفائلين ان جميع، احنا جالنا حوالي 15,000 مشروع قانون مقدم من المؤسسات والهيئات على مستوى الوطن. في زخم شديد جدا، أمانة فنية بالاسم الأستاذ محمود توجد بيشتغل ليل نهار، السيد بيعرف هو يعني المنسق العام، المجموعة كلها يعني حقيقي عمل دؤوب. احنا بنقعد في اليوم الساعة 10 صباحا يمكن، أو الساعة 11 صباحا، بنقعد لحد 7 و8 و9 بالليل. طبعا مناقشات حامية ومناقشات يعني مستفيضة، وبنحاول نصل إلى يعني الشكل اللي هو يعني الشكل فعلا إن يأخذ الحوار. وده أول مرة يحدث في تاريخ مصر حوار وطني، بيتم حوار وطني لم يحدث مصر قبل كده، لم يحدث في اي تاريخ ان يبقى في حوار وطني. وهو طبعا انا دايما بقول فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اما دعا للحوار ودعا من خلال كلمتين مش اكثر، ولكن الهدف منها هدف كبير جدا. الرئيس لو كان مثلا عايز مجموعه قوانين او تشريعات كان في برضه عندنا مسؤولين، وعندنا احنا دوله مؤسسات، ولكن الرئيس وهو داخلين على جمهوريه جديده حريص ان يسمع راي المواطنين، عايز يسمع الناس. وعشان كده احنا يمكن امتهنا بالحوار الوطني. يعني انا شخصيا نزلت من خلال مجموعه كبيره ونزلنا على مستوى المحافظات 14-15 محافظه، قعدنا مع الاطباء، قعدنا مع المعلمين، قعدنا مع العمال، مع الفلاحين، مع شباب في الجامعات المصريه. يعني عايزين احنا عايزين نسمع راي مثلي. الناس عايزه ايه؟ الناس عايزه ايه من الحوار؟ الفلاحين عايزين ايه من الحوار؟ العمال عايزين ايه من الحوار؟ الشباب، الاطباء، المعلمين، وهكذا يعني. وطبعا الحمد لله يعني لقينا فعلا افكار جيده جدا، وفي تفاعل غير مسبوق مع مساله الحوار، وان شاء الله يعني يكون الايام القليله القادمه تشهد الانطلاق باذن الله. طيب دكتور طلعت، حضرتك كعضو مجلس امناء الحوار الوطني لك اكثر من قبعه لو صح التعبير، يعني قبعه البرلمان، قبعة رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو لجنة التضامن أيضا في البرلمان. وهنا ده هيخليني أبقى واثق ومتأكد من أنه دكتور طلعت عبد القوي رجل مطلع على أحوال المواطنين، سواء إذا كان بصفته البرلمانية أو بصفته في العمل الأهلي والتنموي، عارف الناس حتى قواعد القواعد بتفكر وبتتكلم ومهمومة في إيه طول الوقت. فلما هنيجي نتكلم على الدعوات اللي هتوجه للمتناقشين والمتحاورين، أظن ده هيبقى عدد لا بأس به. يعني وأنا بتكلم مع الأستاذ عماد الدين حسين من كام يوم قال لي ممكن يصل عدد الدعوات إلى 3000 دعوة. فهنا هيبقى سؤالي، المعيار اللي أنا هوجه بيه 3000 دعوة أو حتى 1000 دعوة؟ يعني هو المعيار، يعني أولا إحنا طبعا ده بنقول الحوار بين القوى السياسية. طبعا المجلس امناء الحوار والامانه الفنيه لم تدخل الاحزاب السياسيه، الاحزاب السياسيه تكون مشاركه فاعله
مثلا هدي حضرتك بعض الامثله. انا مثلا اتكلم عن التعاونيات، هندعي المجلس، هنبعت الاتحاد العام للتعاونيات وبيضم 5 اتحادات تعاونيه، اتحاد خاص بالزراعه، بالثروه المائيه، بالاسكان، بالاستهلاك، بالاستهلاكي، يعني هندعي. هنيجي ندعي مثلا خاص بالنقابات، كل الساده النقابات المهنيه هيبقوا مدعوين، سواء المخلقات المهنيه او العماليه. ده ادي مجموعه. مجموعه ثانيه مثلا مجموعه من مقدمي المقترحات، دول لهم كل التقدير وكل احتراف، ده مواطن مصري او جهه او هيئه تقدم بمقترح يقترح مشروع قانون معين. برضو اصحاب الموضوعات، يعني انا النهارده مثلا بقول لما اناقش قضيه الزراعه لن استطيع ان انا اغفل الممثلين عن الفلاحين، ممثلين عن الخبراء في مجال الزراعه. دي مساله غايه الاهميه، لان احنا مش يعني عايزين النهارده نخرج بمنتج. حاضر النهارده مثلا مجموعه مثلا انا بتكلم عن الصحه، يبقى انا لازم النهارده مجموعه الاطباء، القوى البشريه، الصيادلة، مقدمي الخدمات الصحيه وهكذا. يبقى احنا بنركز نمره واحد على اللي هم اصحاب المصلحه، نمره اثنين الخبراء والمتخصصين، ثلاثه من قدم اوراق عمل، القوى السياسيه بترشح، اعضاء مجلس الامناء الحوار الوطني. واحنا حطينا برضو مقياس او معيار ان اللجنه عشان يبقى فيه منتج جيد لا يزيد عدد اعضاء اللجنه من 30 ل 40 عضو، لان احنا طبعا مش هنقدر نعمل يعني ارقام كبيره عشان يطلع منتج جيد. ومع ذلك ما فيش سقف جلسات، في مثلا موضوعات معينه ممكن تاخد جلسه 2 3 4 5، تيجي الموضوع ياخد 10 وهكذا. طبعا في موضوعات لها وضع خاص دلوقتي، وهو الموضوعات الخاصة به. دكتور طلعت معاك يا فندم، بس لو حضرتك بتتحرك في من مكانك او سايق غالبا الشبكة كده بدأت تقطع. اتفضل. انا معاك يا فندم، اتفضل يا فندم. يعني كل ما عليك النهارده احنا حريصين كل الحرص على ان كل اطياف المجتمع تمثل، وتمثيل عادل وتمثيل جيد. حتى بنعمل التوازنات، يعني مثلا الحاجات السياسية لا في توازنات، يعني انا مش عايز حزب العلم يسيطر، لا انا عايز كل الاحزاب، او على الاقل كل من له راي وكل من له فكر وكل من له ورقه سيتقدم بيها هيبقوا حريصين على وجوده. النهارده لما بنتكلم على مثلا حاجه خاصه بالصناعه، مش هستطيع ان انا اخطر رجال الصناعه، بس الشركات الصناعيه، العمال، يعني عايز اقول لحضرتك احنا حريصين، وهذه دي اخر الموضوع شويه، ان احنا حريصين كل الحرص ان احنا يكون هناك تمثيل جيد لكل اطياف المجتمع عشان نخرج بمنتج. وبعدين احنا ما بنتكلمش من فراغ، يعني مثلا انا هدي حضرتك مثال بسيط جدا، مثلا موضوع التلفزيون ده موضوع الزراعه. يعني انا بزعم ان احنا النهارده عندي ماده في الدستور، الماده 29 من الدستور حاسمه طلبات الفلاحين، وده حق دستوري اللي بيقول لحضرتك الفلاحين دولت لهم ايه في ماده 29 دستور. تلتزم الدوله بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي باسعار مناسبه للفلاح. يبقى ده احنا عايزين نحول التزام الدستوري الى تشريع. تلتزم الدوله باستلام المحاصيل الرئيسيه باسعار يتم الاتفاق مع الجمعيات الزراعيه ومع الفلاحين، هم مش عايزين كده غير كده. النهارده تلتزم الدوله بحمايه الاراضي الزراعيه ومنافعها، دي مسائل دي مش سهله للمأمورية. في موضوعات هتحسن بشكل محترم جدا وهتبقى مريحه جدا. في ملفات النهارده احنا سراجه حاجه، في مخرجات النهارده قانون بشر حقوق سياسيه، هل هو ده احسن النظام الامثل للاحزاب السياسيه؟ هل الاحزاب ايه احوالها؟ عايزه في حوكمه جديده؟ هل عايزين مثلا اليات جديده للاشاره وهكذا يعني؟ فانا بطمن حضرتك لا هيبقى في يعني مخرجات جيده واحنا متفائلين لها. بعون الله. أنا أشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر لحضرتك سيادة النائب الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب المصري.